بقى ايه اللي قاعدين من اتينا في 2004. كنت رحت واستقبلتهم ورحت بيوتهم. تتصدمي حضرتك من تصريحاتهم اللي حضرتك قلتيه في المقدمه، ان غالبيه اللي رايحين هناك زي اللي الاستاذ عصام قالوا جهود فرديه، هو دوري اولياء الامور واجتهادات شخصيه لا تتخيليها، ما يصل الى درجه ان اللاعب اللي كان هيحقق لمصر الميداليه ما كانش مسافر، ما يصل في وقتها. ليه ما كانش مسافر؟ لانه مش على الهوا، لانه كان بيتكلم، لانه كان مش عايز يتقسم معاه بدل الاكل، بدل كذا كذا. يعني عارفه حضرتك لما انت تبقي راحه بطله اثقال ولا بطله، كلها حاجات بتحتاج حرق ومكملات غذائيه وما شابه، وان انت اجي انا كاداري واقول لك انت واخده $5 هتديني $2.5 ولا مش هتسافر، ان شاء الله تكوني بطله ايه؟ ده اللي عامل حالة نفسية. يعني أنا مثلا كنت بكلم يا أستاذ عصام بعض الناس اللي جايبين ميداليات ديت، وكنت هدي أرقامهم للزملاء زي محمد الباز. قال لا أنا مش عايز أتكلم، أنا الأبطال اللي عندي اللي في المقاولين ده بطل ملاكمة كان محقق برونزية، يقدروا يلعبوا أكتر من اللي راحوا ريو دي جانيرو.